يا شيخ احسن الله اليك. والدتي جاها مرض في عام 1419 وفي رمضان قبل رمضان ولا صامت شهر رمضان كله، وطول مع هالمرض تقريبا الى 1420 اللي هو رمضان 1420 قبله بايام برضه، وعانها الله وصامت اللي هو رمضان 1420. ما حكم رمضان 1419 اللي ما صامت واللي كانت في المرض؟ تقدر تقضيها وما تقدر حاليا يعني بين وبيني ممكن وممكن، ولو يوم مرة يوم اذا كانت تقدر يا شيخ، يعني لو 3 ايام يومين ولحد ما ينتهي يلزمها يلزمها. انت جزاك الله خير يا شيخ.